متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسأل الله مساءكم بكل خير. لكم نشرة الأحوال الجوية لهذه الليلة ونهار يوم غد. الأجواء مستقرة إجمالا في أغلب المناطق وتكون معتدلة في ساعات هذه الليلة، تميل البرودة في بعض المناطق الصحراوية الشمالية من المملكة. نهار يوم غد يطرأ ارتفاع لافت على درجات الحرارة خاصة في المناطق الوسطى من المملكة، وتصل في العاصمة الرياض إلى ما يتجاوز 30 درجة مئوية، وبالتالي تميل الأجواء الحارة وسط أجواء مستقرة في كافة المناطق. هذه الليلة طابت الصورة في العاصمة الرياض إلى 17 درجة مئوية مع أجواء صافية بوجه عام. نستعرض الآن معا سوية درجات الحرارة العظمى المتوقعة يوم الاثنين، والصورة ليلة الاثنين على الثلاثاء سنبدأها من الشمال. في سكاكا 25 إلى 11، حرارة 24 إلى 10، تبوك 26 إلى 12 درجة مئوية. في المناطق الشرقية الغربية من المملكة تكون في مكة المكرمة 35 إلى 24، في الطائف 26 إلى 15، في جدة 30 إلى 26، وفي المدينة المنورة من 33 إلى 21 درجة مئوية. في جنوب غرب المملكة في جازان 31 إلى 24، في أبها 24 إلى 13، وفي الباحة من 21 إلى 14 درجة مئوية. أما شرقا في الإحساء 31 إلى 18، في الدمام 27 إلى 18، وفي حفر الباطن من 29 إلى 14 درجة مئوية. ختام هذه الجولة في العاصمة الرياض 32 إلى 22، في بريدة من 32 إلى 16، وفي حائل من 28 درجة مئوية. في ساعات النهار تهبط إلى 9 درجات مئوية. هذا كانكم لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة لهذه الليلة ونهار يوم غد. أتمنى لكم جميعا نهار سعيد أينما كنتم، أتمنى لكم جميعا نهار سعيد غدا أينما كنتم، وأتمنى لكم هذه الليلة مساء سعيد أينما كنتم أيضا. دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء.